سيد سرمد، بين الفساد وبين الإرهاب، نعم. الضحايا التي تسقط الآن من القوات الأمنية، من الحشد الشعبي، من الأهالي أيضا، من أهالي الطارمية، هذا سبب الفساد لو الإرهاب، لو الاثنين على حد سواء، فسر ليها شوي. الاثنين أنا يعني نزلت تغريدة في هذا الموضوع واخذت صدى واسع. يعني أكو موضوع فساد، والموضوع فساد تكلمنا به. الفساد هو اللي يمنع تطهير الطارمية من الإرهاب؟ لا، يخلقنا بؤر جديدة. أرجو انتباه على هذه النقطة. الفساد يخلق دواعش جدد، يخلق كثير من الأمور داخل هذه المنطقة. في نفس الوقت هذه المنطقة يأتون إليها، يعني هسه أنتوا تسألين عن الإرهابيين بالمنطقة، أقول لك أنا يعني برأيي ما يتجاوزون 30-40 واحد، نصفهم قد يكون من أهالي الطارمية، ونصف آخر تلاقيهم من اللي نصحوا بوقت المعارك يعني، وبقوا في هذه المناطق. شوفي، احنا عندنا منطقتين، خلي راح أركز أكثر بالكلام. عندنا مثلا بساتين السلمان وبساتين الطابي، لحد الآن ما متفتشة بصورة دقيقة جدا. يعني أهالي المنطقة يعرفون هاي المنطقتين، يعني دائما بها مضافات، دائما بها أماكن لإيواء واختفاء الإرهابيين. فشوفي حتى تعرضاتهم، هذه نقطة جدا مهمة أرجو انتباه لها، تعرضاتهم دائما سريعة، يعني استخدام قناص، استخدام عبوة ناسفة، استخدام يعني مجرد أنه يقتل سواء من أهل المنطقة أو من القوات الأمنية أو من الحشد الشعبي. ما عندهم مطاولة على القتال بصورة، لأن هم أعدادهم قليلة، فيختارون الأهداف اللي تجلب لهم هالة إعلامية وتحاول أنه تصور للعالم أنه داعش موجودة وبقوة. أبدا مو 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 أقوياء في هذا الموضوع، نعم في هذه المنطقة بالذات، لكن يحتاج عمل آخر سنتي عليه إن شاء الله بقية الحلقة نتكلم فيه.